الانطلاق من ولاية كيكدا إلى ولاية عنابة. إذن رانا وصلنا الملعب 19 ماي عنابة، راح ندير لكم بإذن الله فلوغ اليوم، تغطية شاملة لمباراة السنغال وكوت ديفوار. هيا بعد ما جبنا تشيكي سي بون هذيك تشيكي دوكا رايحين داخلين نستار. سينيغال أوه سينيغال قادر سيد عبد القادر قال لكم يضيعها يا مي مارك بي وعليه قلت يضيعها الوقفه تاعو كيف الوقفه تاعو واش رايك هذا يضيعها ولا يماركيها بيت هذا باذن الله علي سيدي قال علي Oh.